بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي، تحية طيبة. طبعا لاستكمال الموضوع فيما يخص حل أسئلة على وحدة الموجات منهاج الاي جي الصفين التاسع والعاشر، عندنا هذا السؤال مباشرة في السؤال، عندي مطلوب ألف في السؤال. يقول لي حدد سرعة الضوء في الفراغ، سؤال مباشر يعتمد على تذكر الطالب للمادة. طبعا سرعة الضوء في الفراغ هي 3 أو 3 ضرب 10 أس 8 تقريبا، طبعا هي أقل من هذا بقليل، لكن العلماء قربوها إلى هذه الصيغة 3 ضرب 10 أس 8 متر لكل ثانية. سؤال مباشر يعتمد على التذكر. عندي هذه الرسمة الآن، يقول لي عندي علبة زجاجية، عندي ضوء أزرق يسقط على هذه العلبة ويكسر بهذه الصورة. يقول لي معامل انكسار الضوء الأزرق في الزجاج هنا هو 1.5 يساوي 1.5 معامل الانكسار. إذا سقط الشعاع الأزرق بزاوية مقدارها 89 درجة، احسب زاوية الانكسار. احسب زاوية الانكسار هنا، زاوية الانكسار هنا بدون الهمزة، اعتذر عن الهمزة هنا، اعتذر عنها، زاوية الانكسار. إذا هنا لاحظ لا بد لي من أن أخضع، طبعا هنا ما دام لم يذكر من أي وسط سقط الشعاع فإذا أنا أفرض مباشرة بأن الوسط الساقط منه الشعاع هو الهواء. إذا هنا لا بد لي من تذكر قانون سنيل، وهو قانون مهم جدا في الضوئيات أو في البصريات. قانون سنيل يقول لي بأن ميم واحد ضرب جي بالها واحد معامل انكسار الوسط الأول ضرب جي الزاوية الساقطة بساوي معامل انكسار الوسط الثاني ضرب جيب الزاوية المنكسرة بهذه الصورة. الآن أنا عندي طبعاً الوسط الأول هواء، الزاوية الساقطة 89، إذا واحد ضرب جيب 89 يساوي الوسط الثاني معامل انكسار 1.5 كما ذكر لي هنا ضرب جيب الها 2، إذا جيب الها 2، إذا واحد ضرب جيب 89 جيب 89، جيب 89 تقسيم 1.5 يساوي جيب الها 2 باستخدام الآلة الحاسبة شيفت ساين، أضع طبعا كسر، أضع بالأعلى ساين 89، بالأسفل أضع 1.5، أضع إشارة اليساوي، يخرج عندي الجواب بأن الزاوية ها 2 41.8 درجة. إذا زاوية الانكسار عندي 41.8 درجة. ممتاز. النقطة الثانية من السؤال يعلل زاوية انكسار الضوء الأزرق في الزجاج أقل من 45 درجة. طبعا هنا ما دام ذكر لك هذا السؤال بهذا الأسلوب، إذا بناء على ما سبق، إذا بناء على ما سبق، على ما قد سبق. طبعا الجواب هنا قد يتنوع، أنا سأعتبر أسهلها في رأيي من وجهة نظري. إذا كانت أكبر زاوية قبل، أكبر زاوية قبل ال عفوا يعني أكبر زاوية قبل 90 هي 89، انكسارها في الزجاج هو 41.8. طبعا حتى لو أخذ جيب 89.5 هذا سيبقى دون ال دون التس دون ال 45. إذا بما أن الزاوية الزاوية 89 التي هي أكبر زاوية قبل 90 معامل زاوية انكسارها هي 41.8، إذا مستحيل أن يسقط بزاوية مقدارها 45 درجة على العلبة الزجاجية. إذا نقول أكبر زاوية سقوط للضوء قبل 90 هي 89، إذا بناء عليه 89 كانت ها 2 أو الزاوية الثانية هي 41.8. إذا حتى لو كبرناها، حتى يعني لو كانت مثلا 90 مباشرة بعدها 90، إذا سقط الشعاع بزاوية 90 سينعكس على نفسه، سينعكس على نفسه ستكون الزاوية تساوي صفر. إذا من المستحيل أن تصل زاوية الانكسار إلى زاوية مقدارها 45 درجة في هذه الحالة. إذا هذا أحبتي كان درس أو كانت أسئلة عن وحدة الموجات، عن درس البصريات، زاوية الانكسار، قانون سنيل. أرجو أن يكون الدرس قد أفادكم. لا تبخلوا علي بعمل الشير واللايك، بالاشتراك بالقناة، كتابة التعليقات والأسئلة.
أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.